ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وبعد. سائل يسأل عن حكم السباحة في نهار رمضان، فإن رمضان في السنوات الأخيرة جاءنا في فصل الصيف، فبعض الناس يذهب إلى شاطئ البحر ولعله ينغمس في الماء ويسبح. فقال العلماء تجوز السباحة ويجوز الانغماس في الماء شرطا ألا يدخل شيء إلى جوف الإنسان، شيء من الماء إلى جوف الإنسان، وكما هو معلوم أن المنفذ إلى الجوف هو الأنف والفم، لكن إذا احترز الإنسان فلم يدخل شيء من ذلك جوفه فإنه يجوز له السباحة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ الماء ويلقي به على رأسه، وذلك من شدة الحر، ومنه استنبط العلماء جواز ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.